معانا النهارده مجموعه من السيدات الفضلوات. هؤلاء السيدات الحيه هما نموذج مشرفه جدا، لان هما الثلاثه مرضى بهذا المرض اللي هي مرض السرطان، لكن ده ما منعهمش ان هما يثابروا، وايمانهم القوي بالله وعزيمتهم وارادتهم خلتهم اقوياء قدام شراسه هذا المرض. قدروا رغم المرض ان هما يربوا اولادهم احسن تربيه. اتفضل حضرتك لو ترحب بيهم وتقدمهم. شيء جميل والله، احنا بنقدم لمشاهدينا الكرام والله نموذج مشرف، واللي يقرا التاريخ الاسلامي يا دكتور عمرو يجد ان معظم العباقره حصلت لهم ظروف مرضيه. يعني انا راجل درست علم القراءات، اقوى متن عندنا متن اسمه متن الشاطبيه. الامام الشاطبي رحمه الله ده كان راجل كفيف، الف 1173 بيت بسببهم لحد النهارده احنا نعرف القراءات، علم القراءات متن الشاطبيه. فاحنا بنقدم النهارده لمشاهدينا الكرام انه الانسان اللي ربنا كرمه وميزه، نعم استطيع ان افعل اذا ابتلي بمرض، اذا ابتلي بنسبه اعاقه او شيء معين، لكن ايمانه بربنا وجهاده يقدر يوصله. احنا يسعدنا النهارده نقدم، انا اقول امهاتنا والله، امهاتنا الام الكريمه الحاجه سعديه. ايوه اهلا بيك يا حاجه سعديه. الام الكريمه الحاجه صباح اللي تتوسط الثلاثيه الجميله ديت. الام الكريمه الحاجه صباح، شرفتونا ونورتونا واسعدتونا. ومحاسن الحاجة محاسن. الله يخليك، الله يكرمك. انا قبل ما نبدا بقول لها الحاجة محاسن لكل انسان من اسمه نصيب، يعني الله يخليك باين عليها الحسن. الله يخليك ويكرمك يا بيه. ونبدا بيه، احكي لنا حكايتك ايه. اتفضلي ابدا بصباح وبعد كده كده الجمعة. طيب نبدا بحضرتك. معلش انا اسفة. حاجة سعدية. ايوه يا دكتور اتفضلي. انا يعني بدأت بمغزى بمرضي، الحمد لله يعني على علمت عيالي الحمد لله، ونوزه كمان ان شاء الله برضه مش هسيبهم لحد ما ربنا ان شاء الله كمل بقيت. عندك اولاد ايه يا حاجه سعد؟ معايا ربنا يخلي لك اربع ولد وبنتين. اربع اولاد وبنتين. اربع اولاد وبنتين، معايا سته ما شاء معايا الله. معايا اثنين مؤاخذه خدوا كليات، واد مدرس، اثنين مدرسين الحمد لله، ومعايا الواد محمد الثاني واخد دبلوم، ومعايا شيماء خدت دبلوم كويس، معايا عبد الرحمن لسه اصغر واحد ده واخد في تاني اعدادي. اه ده في تاني اعدادي. والسادس؟ والسادس زيهاي لما طلعت ما كملش علامه دي عشان ظروف صحيه، كانت عندها ضعف نظر وما وبتساعدك بقى في البيت. اه يعني هتشتغل يعني في الحضانه يعني. اه بتساعد نفسي عشان اجهزها، ده عروسه كبيره عاوزه اجهزها، وديك شايف الظروف يعني. ربنا يا رب يعني ربنا يسعدك. عايز اقول لحضرتك حاجه على الحاجه سعديه الحقيقه، يعني يمكن هي ما قالتهاش بس انا عايز اقولها. حاجة سعدية زوجها كمان مريض، وجوز مريض يعني. صح؟ ايوه يعني شايل الكلى وعنده صوف عضلات الكلى، وكان بيعمل حرس عقار في الخطوط الزراعيين في اسيوط. على فكرة الثلاثة من اسيوط. اهلا وسهلا. وهم يعني تحياتنا لاسيوط واهل اسيوط. ابتليتي بالمرض من سنة كام يا حاجة سعدية؟ انا ليا سنة وثلاث اشهر. اه من يعني من يوم 22/12 سنه 2014. ايوه جاني الشيء ده. اه عملت العمليه يعني، كنت راح اكشف كده صدفه وحصل، قالوا لي انا اخد عينه ومش عينه، وبعد كده ما فوجئت بيه قالوا لي عندك مرض المغزى ده. والحمد لله، الحمد لله دلوقتي تمثلت الشفاء. الحمد لله اشرب علاج يعني، اصرفوا له علاج من المعهد وعجيب واشرب علاج الحمد لله. يعني شغاله على العلاج يعني. شغاله على العلاج. بس انت الحقيقه يعني حاجه سعديه ربنا يكرمك ما شاء الله، اولا انت مبتلى ومريضه. نعم. وزوجها مريض ودخلهم تقريبا 350 جنيه في الشهر. والرضا عليها، والرضا عليها، وربت اربع اولاد واحسنت تربيتهم. عملتي ايه؟ احكي لنا يعني. يعني الفقر والمرض يجتمعان. اه عملتي ايه؟ عملتي ايه؟ الحمد لله. الراجل يعني كان لما يروق يوم فيه كده يسرح يومية، يلاقي نفسه شادت حلوة حتى لو يسرح يومية بالطورية، اليومية بالساعد منه ومنه، وكانت ماشية يا دكتور الحمد لله وطلعناه. طب أنا عايز أسألك سؤال يا حاجة. نعم. سعدية، أنت نعم. بتقولي أنت قدرا كده اكتشفتي ان انت عندك المرض ده، صح؟ يعني ما كنتش بتشتكي من حاجة؟ ما كنتش بشتكي من حاجة خالص. لما جالك اول ما سمعت الخبر
يعني كان احساسك ايه ساعتها؟ عملت ايه؟ ده حاجه جابها لربنا يعني. الحمد لله انا بصلي ما يفوتنيش وقت. الحمد لله. الحمد لله. يعني ما صرختيش ما صوتيش؟ لا انا يعني نفسيتي كده بقيت متاخده في حالي كده، وبعد كده قلت ده حاجه شغل ربنا. انا اللي جابه له ربنا، محدش جابه له غير ربنا الحمد لله، واللي هو اللي جابه هو اللي يشيله، هو اللي يشيله ربنا الحمد لله. نعم بالله. ربنا يكرمك. احنا راضيين باللي عطوه لنا ربنا يا دكتور. الله يسعدك. يعني الحمد لله. طب كنت يعني مصره على ان هم يكملوا تعليمهم اولادك رغم الظروف دي كلها؟ كنت بكمل نوصلهم لحد ان شاء الله. عملت ايه يعني عشان توفر لهم المصدر ان هم يقدروا حتى يكملوا في المدارس والجامعات؟ هو ابوهم هو اللي ابتلى بالعيا قبلي. ابوهم شايل الكليه من سنه 2001. ايوه. يعني ابوهم شايلها من ميت، يعني يمكن ليها يمكن اكتر من 15 سنه. ايوه. حاجه زي كده. شالها لمغزى يعني، وعنده ان هي الشمال عند القلب، عملت عنده كسور في عضلات القلب، تعب يعني يوم مغزى كده. طب انت ربنا من عليكي ونزل عليك الرضا كده، وبتقدري ظروف زوجك ويوم معاك ويوم معاكوش. الولاد ما كانوش بيشتكوا؟ يعني مثلا ابنك ما بيجيش يقول انا عايز يا امي كذا وانتوا؟ هم كانوا عارفين الصراحه. يعني الحمد لله العيلة. يعني تحس ان الاولاد ما تعبوكيش؟ لا والله، الا ادولهم ربنا يقول يا امي خلاص ما عاد الحمد لله، ياخذ مصروف المخزن وكان يروح الكليه. اي والحمد لله يعني. والوسط ما حدش منهم اتجوز لسه؟ لا معايا عاطف اللي هو اتجوز الكبير. اتجوز. عاملين معاك ايه؟ ملاح الحمد لله. ما حدش بيزعلك؟ لا والله. قولي بس ما لا يعني. والله الحمد لله يا دكتور. لا والله انا ربيتهم يعلم رب، انا عايزاهم احسن الناس كله، وعايزاهم يعني دي ده انا ربيهم بجسمه. ربنا يرضيك فيهم يا حاجه سعديه. حاجه صباح.